أهلا وسهلا فيكم من جديد. بنرجع بنتواصل معاكم واليوم بفقرة الحرف اليدوية مع أخصائية الحرف اليدوية فرح النوايس. رح تعطينا اليوم أفكار كتير حلوة لأعياد ميلاد الأطفال. كيفك فرح؟ تمام، شو أخبارك؟ خير حبيبتي. أهلا وسهلا فيك. يعني في أفكار كتير حلوة، دائما لما يكون في أعياد ميلاد للأطفال الأمهات والأبهات برضو بيحتاروا إنه شو بدهم يعطوا هدايا للأطفال اللي بيجوا على أعياد ميلاد أولادهم. مزبوط. فاليوم رح تعطينا أفكار حلوة، فقولي لنا شو محضرة. رح نعمل أفكار بسيطة وسهلة ممكن الأم تعملها بالبيت عشان الأطفال اللي بدهم يجوا يحضروا عيد الميلاد. فأنا عاملة هون تشكيلة أشياء ممكن هتوزعها سواء لولد أو بنت بأشياء بسيطة، فرح نتعرف عليها هلأ أكثر من الفقرة اللي بدنا. طيب، إذن هاي هي العينة اللي عنا وإحنا هلأ رح نشتغل. هاي هي كتير حلوة صورتها. يلا هلأ أول شيء شو حنحتاج؟ أوكي، رح أستعمل أنا كاسات الديسبوسابل هيك، يعني ممكن يكون شكلها حلو والأطفال ينبسطوا عليها. أوكي. راح أحط جواتها مارشميلو أو كاندي، يعني هالأشياء اللي بحبوها الأطفال. نعمل لهم تشكيلة فيها. تحبي اعمل لك وحده؟ بدك تعملي اكثر من وحده نفس الشيء؟ يا ريت. اعملي لي هاد. اوكي، اذا رح نحطها بهذه الجار. هاي كمان فكره ثانيه اذا بتحبوا. شايفه اذا مبينه؟ رح نحط ملبس كمان. احط نفس الشيء بس هون نحاول شوي نلون. بالضبط. لونيهم. هلا انا بدي احط جوا الكاسه، بعد ما حطيت الاشياء الزاكيه جوا بدي احط ميداليه صغيره لكل طفل جوات الكاسه. أوكي. حتكون حطها هيك. هلا بدنا نغلف كل كاسه. اوكي، طيب احط شيء كمان ولا بكفي هيك؟ تمام. ممكن تعبي من هدول كمان الاكياس عشان نعمل اكثر من شكل. كل معنا وقت. يا الله، هاي الاشياء مش معقول شو بحبها. بنغلف الكاسه هي. ممكن تغلفيها بغير الشفاف، انه تحطي تل تل ملون. اوكي، اذا هاي تاتي. هاي رح تعملي فيها اشي؟ هاي رح ازينها برضه. أوكي. يلا اذا هاي خلص صارت جاهزه. هي الفكره فرح عم تعمل بالكاسه. تمام. هي الفكره انه اطرميزات او اشياء من البيت سهله ممكن تبسطي فيها الاطفال. يعني هاي الكاسه ممكن الطفل بعدين انه يشرب فيها او انها تكون عنده، يعني ومش تكلفتها عاليه بتكون. صح. هلا انا طلبوا مني اعيد لهم كيف بنعمل بيبيونه امبارح، فانا حكيت لهم انه اليوم بدنا نعيدها. انا اللي تعلمتها هذيك المره. هذيك المره كنت اعمل مش عارفه ايش كنت لابسه وبدي اعمل بيبيونه. زبطت؟ نسيت طبعا. مش كثير زبطت. امبارح طلبوا مني انه اليوم نعيدها. فرح نعيدها اليوم. هلا انت رح تحتاجي غير هدول الثلاث اشكال. الكيس. اوكي لا بس هيك هدول. تمام. اوكي، عشان اتصرف فيها. تمام. هلا هيك صار عندنا شكلها. ممكن بالوسط تحطي لعبة صغيرة أو إشي تزينيها. وين؟ بوسط البابيونة. أوكي. ممكن تضيفي اسم البيبي عليها. فأنا رح أستعمل عود خشب. أعبي كمان؟ تمام هيك. مين؟ تمام. هاي فكرة الأكياس كمان حلوة، تعطي لكل طفل كيس. هاي كمان. فهيك حيكون شكلها معنا. بس نقصر من هاي شوي. صارت جافة. كيف بدك تسكريها؟ هلا هاي بنسكرها بشبرة كمان. ممكن أول شيء تلفيها بهاي. وبندخل الستكس اللي عملناها لجوا. فبتطلع عنا هيك شكلها. اوكي. هاي شكلها عند فروحة. هلا هاي صارت جاهزة. هلا في فكرة حلوة أنا عاملتها هون، إنه تعمل الأم مربى وتوزع على كل طفل ترميز صغير فيه مربى. حبيت. وتزيني أنت حط عليه خيش كمان. حط عليه خيش. ممكن هاي الأطفال ينبسطوا فيها.
اوكي هلا رح نورجيهم اياها بما انه عم نحكي عن المربى. اوكي نورجيهم اياها فرح كمان مره لو سمحتي. هيها اوكي. وانا عامله شكل ثاني برضه حاطه عليه برضه كمان ميدالية صغيره ممكن ينبسطوا عليها الاطفال. اوكي حلوه فكره. حبيت هاي اعمل لك اياها مرتين ولا خلص هيك كفايه؟ خلص هيك كفايه. تمام انا هاي جاهزه صارت. أوكي. الكيس هلا هذا الكيس اللي عملت لنا اياه ماي تسلموا معي وديكي. ممكن ان نزينه بنفس الطريقه ونحط عليه بيبيونه. هدول مايس لانه طلبوا منا بصراحه نعيدها. يلا. فرح اعيدها انا. خدي واحده جربيها عشان تعيدي. اوكي يلا طريقة تعليم البابيونة. هلا بدك تعملي هيك. يلا بس خلينا شوي شوي. نشوف نورجيهم عشان عم بطلبوا منا هيك. بس دقيقة فرح. اوكي يلا نشوف كيف نتعلم البابيونة. اوكي تمام. يلا مبدئيا حط على فرح طبعا مش علي. هيك تكون دقيقة بعدين بنلفها وبنربطها هيك اللي هي بتطلع معاكي شكلها هيك مش منتظمة بتكون. لحظة شوي طولي بالك طولي بالك. أوكي هيك تمام اربطيها. أوكي تمام هاي. أوكي هلا دخلي أصبعك من هون ومن هون. هلا بتصير التحكم فيها سهل بتصيري تقدر تشدي وترخي طلعت معنا هيك. تمام اوكي بالضبط هاي اذا بدك تقصريها. بنحطها على الكيس وبرضه كمان زي ما حكينا ممكن تدخلي فيها اسم البيبي. نحط ورده هيك منيحة فرح؟ تمام ممتازة ممتازة عن جد ما تجمليني على فكرة. لا والله عن جد مرتبة هو هذا المضبوط انها تطلع مشدودة هيك. اوكي مضبوط. كيف بدك نقصها؟ هلا انا عملتها سهلة عليكي بالورب. هلا انت لما بدك تعمليها بهذا الشكل الحلو هيك من بهذا تحت الشكل من تحت بتعمليها هيك بتقسميها بالنص وبتقسميها لتحت. هلا هاي صارت جاهزة. هلا في فكرة بدي اعملها للبنات برضه بأطرميز كمان ممكن من يعني شوفي انا الاشياء اللي مستعمليتها هون اللي هو أطرميزات رب البندورة. اوكي يعني مش شرط انك تشتري برضه في عندك مملحة هناك انا عملتها. هاي اللي عليها فوشي هاي مملحة. رح نشوف كيف بنزين المملحة. هاي تفضلي. تمام بعد عناء شديد. رائعة عن جد يسلموا. اوكي اوكي هلا هذا اللي بدنا نعمله لا ممكن تعملي لعيد ميلاد بنات توزعي عليهم اشياء هم بحبوها. فانا اخترت ممكن نحط للبنات مناكير. علبه مناكير ممكن اللمعه اللي بتنحط على الاظافر يعني كون هاي الاشياء بحبوها البنات طبعا ممكن انك تحطيهم. وبدي اضيف معهم خرز. بيعطيهم شكل حلو. اوكي نزيد الخرز شوي ونسكر بيطلع معنا هيك شكله. ممكن انت تزينيها بالطريقه اللي انت بدك اياها. راح استعمل انا من هذا الشبر علشان يبين ايش جواته فجبته شوي يكون مخرم. مقص مايس تسلموا وديك. يعني مثلا هاي الاشياء التزيينات لما نشوفها بالمحلات بنلاقي مثلا بعرفش الجار قد ايه حقه بس غالي وكثير غالية بتكون هاي الاشياء بيكونوا غاليين. يعني مضبوط. شوفوا قد ايه الطريقة كثير سهلة وما بتكون مكلفة ابدا. يعني اذا بدنا نحكي مثلا بالبيت فرح هذا الجار لحاله اذا الست تسويه ببيتها مضبوط قد ايش رح يكلفها؟ مش حيكلفها ولا شيء ولا شيء. وبينبسطوا الاطفال فيه. بالضبط بينبسطوا فيه ونفس الجاهز مش كثير بفرق. يعني جار بنلاقيه من البيت من رب البندورة او غيره موجود بكل بيوت خصوصاً إنه ستات البيوت بتحب هاي الأشياء ما بتكبها يعني بالضبط. فممكن تعمل وممكن إذا كانوا أكثر من شكل كمان حلوين تحطيهم بالطاولة على الطاولة مع بعض كمان شكلهم حلو. بدي أحط ببيونتك اللي عملتيها. حطي ببيونتي طبعاً. أحلاكي وأنت مش حاطة ببيونتي اللي ساعة واشتغل فيها. ببيونة ميس حطها من هون
ونحط عليها وردة. أنا بحب المارشميلو. هو كثير زاكي. مش طبيعي. بمسك حالي عنه يعني ما بحطه ببيتي عشان باكله كله بيوم واحد. تمام، فهيك صارت عنا. كثير حلو. ممكن تدخلي أكثر من لون بيوني كمان فيها، شكلها حلو. هلا في شغلة كمان حلوة ممكن نعملها للأولاد، إنه نجيب سيارات صغيرة ونحط حبة الشوكولاتة على السيارة من فوق. أحلى الأفكار صراحة. هيك. ونربطها بشبرة كمان. إنها السيارة حاملة حمولة، إنها يعني معها إشي حلو للأطفال، فبنبسطوا عليها كمان. نربطها. برضه شبرة. برضه شبرة. وبدنا نحط هلا كمان عليها هابي بيرثداي على السيارة نفسها. وينها الهابي بيرثداي؟ اه هي هيهم. طبعا هدول ممكن نطبعهم صح؟ اه بالضبط، انا طابعيتهم. ممكن بخط ايد البيبي كمان حلو. صح حلو. اه انه يكون كاتب اسماء اصحابه عليها. حتكون هيك. اوكي، فهيك صار معنا شكل السيارة. شو حلو. ايش كمان؟ شو هذا؟ هذا اللي هو المربى بدنا نزينه. هلا المربى هيك رح تزينه. هلا هاي اللي عملتيها مايس، برضه بدي احط عليها من هون وردة. اوكي، فشوفي كم شكل طلع معنا بوقت قصير. وكلها اشكال حلوة. هلا هون انا بدي احط كمان بالفوم، بدي اعمل زي ورق الشجر. نعمل تنتين. شو بحب كيف في سلاسه. طبعا اختراع الاشياء. نحط هون. هاي بينبسطوا عليها كثير الأطفال، وفكرة جديدة. حتى ممكن عسل كمان، تعطي صح. كل طفل علبة عسل. وفيها فائدة. وفي فائدة صح. مصبوط. طيب شو رأيك هدول؟ تمام، بدي أقدم لك ياها، أقرب لك ياها هيك. أوكي، عشان يشوفون كل شيء جمعت. ايش بدك كمان تعملي؟ ضل معنا دقيقة. طبعا احنا بنص دقيقة عم نعمل كل هالاشياء. اوكي، هلا المملحة اخر شيء نعبيها مايس، نشوف كيف بدنا نغطي المملحة ونستفيد منها. تمام، انا رح استعمل التل كمان. اوكي تمام. ونحطه هيك. ونسكره، نسكر المملحة، وبعدين بنزمها من فوق، فبنغطي إحنا المملحة، وبصير عنا شكل حلو زي اللي أنا عاملتها هون. أي وحدة هاي؟ هاي نفرجيهم إياها المبدأ. يلا. بس كيف بتطلع معنا؟ طلعوا كيف؟ على وين؟ هون. هاي شكلها. هاي مملحة، تخيلوا. انت ملونة عليها هدول الدوائر؟ لا، هي اصلا هي عليها. ممكن تزينيها برضو اذا كان، اذا بتحبي تزينيها اكثر ممكن انك تزينيها، بس احنا حبينا نشوف كيف بصير مبدأها. يلا خلص هاي؟ خلص هيك. أوكي. كمان نحط هاي، بس احط عليها شغلة عشان نخطي الشبرة. قد ايه مستمتعة انت؟ كثير طبعا. طيب اذا هدول هم افكار فرح لنعطيهم هدايا للاطفال
بأعياد الميلاد. يسلموا إيديكي، دائما أفكارك حلوة فرح. شكرا كثير لك، نرجع نشوفك إن شاء الله. إن شاء الله الخميس. إمتى إحنا؟ الخميس. أنا ليه متهيأ لي إنه اليوم الخميس؟ الخميس بنشوفك إن شاء الله. شكرا لك، أهلا وسهلا فيكي.